الله معكم. اليوم عم بزور كنيسة القديس نهرة شفيع العيون. انتو طالعين على الطريق حتى تزوروا القديسة رفقة والحردينة. قبل ما توصلوا لهم بشوي رح توصلوا على كنيسة مار نهرة الجديدة والقديمة. هاي الكنيسة اللي تعمرت بالقرن ال11، القرن الحادي عشر، استشهاده كان بأواخر القرن الثالث للميلاد. هيدي الكنيسة رح صوركم اياها كمان من جوا، ومكان قطع رأسه كمان رح نطلع ونشوفها سوا. كنيسة رائعة قديمة جدا للقديس نهرة بلبنان. على طريقكم انتو طالعين تتزوروا أبونا نعم طلع الحردين القديس أو القديس رفقة، يكون على طريقكم. كنيسة قديمة جدا مثل ما قلت لكم، رائعة. تشوفوا فيها ريحة أجدادنا، ريحة الإيمان وروعة المكان، قداسة المكان. بعد نهرة نتذكر أجدادنا كمان اللي عمروها، الرائعين اللي كانوا يعمروا كنيسة لكل قديس، إكراما للقديس وإكراما للرب يسوع. مثل ما قلت لكم القديس نهرة شفيع العيون، في نبعة مي كمان كان ياخدوا منها الناس حتى يتباركوا ويباركوا عيونهم. انتو طالعين من حاج الجيش لمنطقة البربارة تحت، توصلوا القرية اسمها سمار جبال، توصلوا على قرية اسمها سمار جبال، خرج الكنيسة. هاي كنيسة مار نهرة القديمة وحدا في الكنيسة الجديدة. مثل ما قلت لكم انتم طالعين لعند القديسة رفقة والقديس نعمة الله الحرديني. لما تخلصوا زيارة الكنيسة عندكم هون البير اللي زدتوا فيه الشهيد القديس مار نهرة. الأبونا هو عمل كمان، كان كاهن مار جبال قلعة. هيدا هو الدرب اللي بدنا نطلعه، كتير طريق حلوة. رح لكم انه اسم نهرة بالسرياني، نهرة بالعربي النور، يعني هو النور. ولد ببلاد فارس بالقرن الثالث، ونعرف عنه انه كان كتير ذكي جدا، متعلم جدا جدا. هو واللي اكد لي هذا الامر انه ذكائه حاد، انه اعتنق المسيحيه، وهيدي اكثر شيء بيعمله الانسان الذكي والانسان الحكيم. عمل مسيحي، كان هو طبعا بلاد فارس بلاد وثنيه، عمل مسيحي واصبح كاهن. ايمانه وحبه للرب يسوع اصبح كاهنا وصار يبشر بالرب يسوع، وكتير كتير كتير عمد ناس وثنيين. ما بتصدقوا الاعداد اللي بتنقال عن مار نهرة قديش عمد ناس. بشر بالرب يسوع بأكثر السنين اللي كان فيها اضطهاد للمسيحيين، بشر بالسواحل الفينيقية كلها. يعني عشوي سواحل فينيقيا كانت رح تكون اسمها سواحل مار نهرة. بشر عكا، صور، جبيل، البترون، طرابلس، عكار. كان يشجع المسيحيين انه يثابتوا ويثبتوا على ايمانهم حتى الشهادة. ارسل بطلبه مرة الوالي وجابوا هو عبيهينه، كان عم يخبطوه على الطريق ومكبل.
قال له رجع لك كرامتك يا نهرة، رجع لك قيمتك وبعطيك المال اللي بدك اياه وتعمل شو ما بدك، بس قدام كل هالناس بالساحة بدك تركع للأصنام وتسجد للأصنام. فكان الشهيد البطل القديس نهرة قال له أنا مسيحي، ضربوه، كان يصرخ أنا مسيحي، بسجد بس للرب يسوع، أنا مسيحي، ركبي ما بتركع إلا للرب يسوع. فقد ما تضايق منه الإمبراطور أو الوالي أمر بقطع رأس القديس نهرة. حسب التقليد الكنيسة المارونية انقطع رأسه بالكنيسة تحت مثل ما قلنا، وجابوه الحراس كبوه بالبير فوق. بأواخر القرن الثالث، أواخر القرن الثالث، الكنيسة بيقولوا تعمرت على اسمه هون بالقرن الحادي عشر، قديم كتير، في كنيسة حدا جديدة. فاستشهد بسمار جبال، يعني الضيعة اللي أنا هلأ عم بمشي بقلبها اسمها سمار جبال، مكان استشهاده بتوقع ببلاد البترون. للي بده يعرف عامة طب شو اسم المنطقة الكبيرة حتى نجي، اسمها البترون، والمفرق مشهور بحج الجيش. إذا بدكم تقولون من وين نطلع على قديس رفقة والحردينة بيقولوا على اسمه يا أخوتي في 24 كنيسة بلبنان، وعيده ب 22 تموز، عيده ب 22 تموز. قلعة سمار جبال الشهيرة اليوم بدي أقول عنها قلعة البطولة، قلعة الإيمان بوجود القديس نهرة بطل الإيمان شفيع العيون. بدي شجعكم اليوم اخوتي نزوروا الاماكن المقدسه كلها بلبنان، السياحات الدينيه. يا ريت هيك بقدر كل اصدقائي على مواقع التواصل الاجتماعي احملهم معي وجيبهم، قد ما الامور رائعه. في عده ابار موجودة، ويقال انه القديس نهرة رمي في احد هيدي الابار. نيال جيران اللي قاعدين هون ابونا نهرة القديس نهرة القديس العظيم اللي وين ما كان يمشي كان يبشر بالرب يسوع، ومين ما كان يسأله شو انت يقول له مسيحي، شو جنسيتك يقول له مسيحي، مين انت، وين ما كان يوصل شو ما يسألوه خاصة بالتحقيق معه. ويروى حسب قصص القديسين وتقليد الكنيسة انه بأول مرة قد ما انقهر منه الوالي قال له شلوه من قدامي بعد شوي رح يعملني مسيحي، قرر انه يقطشه لاثنين، قصوا اثنين وكبوه بالبير. تاني يوم شافوه رايح وعم ببشر كمان بسمار جبال بلاد البترون كمشوه، وهن وجايبينه بعد ما الناس عرفت قصته بشر كتير من الناس، وبيقولوا انه بهالوقت هيدا لما كمشوه وعدموه اول مرة كتير ناس فقدت ايمانها، بينما لما رجع الله احياء الروح القدس والملائكة مشوا معه بلاد البترون. بيقولوا انه لهون، يعني عم نحكي نحن مسافة ربع ساعة بالسيارة او اقل، 18 الف انسان رجع ايمانهم وقرر انه حتى لو راحوا على الاستشهاد هيدا عم نعمل نحن بشفاعة الرب يسوع ابن مريم العذراء وعلى مثال ابونا نهرة اللي صار القديس نهرة.
غير اللي تعلموا على ايديه وتلمذوا وصاروا تلاميذه بقوة ايمانه بعشرات الالوف، انما بهيدا اليوم اللي رجعوا جابوه حتى يرجع يستشهد مرة تانية اكثر من 18 الف واحد رجع ايمانهم وقوى ايمانهم. اليوم خلينا يكون ايماننا مثل هيدا الصخر الموجود هون، مثل ايمان ابونا نهرة القديس نهرة الصخري، النور اللي هو شفيع العيون. تقعد باركه ب 22 تموز بيعملوا قداس بباركوا مي، وقال خبرني احد من الاباء انه في اسقف لبناني كان اعمى واجى على سمار جبال بعيد القديس نهرة وغسل وجهه بمية البير وشفي، وهو اللي حمل رسالته لسنوات عديدة. هذا الأسقف اللي شفي واللي رجع بطل أعمى بشفاعة القديس نهرة. صليت للكل يا رب ينور عقولكم وقلوبكم وعيونكم حتى تشوفوا عن جد الرب يسوع وقديش عمل لأجل خلاصنا، لأنه نحن بحاجة عطولي أخوتي حتى الرب بشفاعة القديس نهرة والقديسين ينور عقولنا وقلوبنا مش بس عيوننا. من مكان استشهاد شفيع العيون اللي رجع قطع الوالي راسه وكبه هون بالبير، والناس كلياتها شلته وعملته مقام كثير كبير هون القديس نهرة، الرب يبارككم جميعا. وكل مرضى العيون ما تنسوا تذكروا القديس نهرة. الله معكم.